تقول السائلة: أعلم بأن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، ولكن سمعت من واحدة بأن قراءة السورة 3 مرات لا تعادل قراءة القرآن بأكمله، فما هو الصحيح يا فضيلة الشيخ؟ هي لا تعادل قراءة القرآن بأكمله، لكن هي تعادل في الثواب فقط، تعادل في الثواب فقط. ومن قرأ القرآن كاملا لما فيه سورة الإخلاص حصل له الأجر، أجر قراءة سورة الإخلاص وأجر تلاوة القرآن كله. أما من اقتصر على قراءة سورة الإخلاص فإنه لا يحصل له إلا أجر قراءة سورة الإخلاص، ولا يحصل له أجر تلاوة القرآن كاملا. نعم.